شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخ الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم رمضاني جديد وحلقة أخرى من برنامجكم المباشر اليومي رمضان الدوحة. موضوعنا اليوم هو التوبة والغفران في شهر الصيام. ما هو مفهوم التوبة وشروطها؟ كيف تتحقق؟ هذا ما سنبحثه مع ضيوفنا الكرام. ستكون إن شاء الله لنا وقفة مع تغرير جديد في ملفنا المصور في ظلال رمضان، كما سنستقبل مداخلاتكم في المحور الأخير. أتمنى تكون المداخلات عن موضوعنا اليوم وهو موضوع التوبة، وأيضا الرقم اللي موجود تشاهدونه أسفل الشاشة حتى تواصلون معنا على برنامجنا رمضان الدوحة. ولكن قبل ذلك دعوني أرحب بضيوفي الكرام، الشيخ محمد المحمود. مرحبا الشيخ محمد. الله يحييك وسعد وجودك معنا اليوم. بارك الله فيك، الله يجزاك خير. كما أرحب أيضا بضيفنا اليوم اللي قدم برنامج درس، الشيخ معاذ القاسمي. الله يرحمه ويديك يا شيخ، يا مرحبا ويا مسهلا. حياك الله. أيضا أرحب أخوي الشيخ صالح الجرموزي. الله يبارك. يا مرحبا الشيخ صالح، حياك الله. الله يبارك فيك. أيضا أرحب أخوي الشيخ عايش القحطاني. مرحبا شيخ عايش وحياك الله في برنامج رمضان الدوحة. حياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام. سؤالنا الأول اللي يمكن احنا نبدأ فيه التوبة، وخاصة رمضان اليوم مدرسة، اليوم اللي ما يتوب في رمضان متى يتوب؟ شيخ محمد، ما هو مفهوم التوبة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة يعني رمضان هو شهر التوبة، وهو شهر العودة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الشهر الذي اختاره الله عز وجل من بين سائر الشهور. والتوبة ما يخفى على الجميع تعريفها هي الرجوع إلى الله. لما يقولون تاب فلان يعني رجع إلى الأمر الصواب وإلى الحق، وهي رجوع إلى الله عز وجل، لأن بالرجوع إلى الله خاصة في هذا الشهر أهمية التوبة، لأن يعني العبودية كما يقولون تقوم على أصلين: عبودية الله عز وجل اللي هي مطلوب أن يتحقق بها الإنسان في هذا الشهر الكريم، تقوم على أمرين. الأمر الأول هو النظر إلى نعم الله عز وجل وإلى منة الله سبحانه وتعالى، وينتج عن ذلك شكر، شكر لله وحمد لله عز وجل على هذه النعم. والنظر الآخر هو نظرة الإنسان إلى التقصير والتفريط، وأن خلال هذا العام بدر منه كثير من الأخطاء وكثير من الذنوب وكثير من الأمور التي قصر في حق الله عز وجل، فيصبح عنده انكسار في داخله، ينكسر هذا الإنسان ويشعر بنوع من الذلة ونوع من الانكسار ونوع من الخضوع. بهذين الأمرين يتحقق معنى العبودية، أن هذا الإنسان عابد لله عز وجل. فالتوبة هي ناتجة عن فعل أمر، إنسان يتوب إلى الله. بعد ذا الأمر المهم اللي ينبغي الإشارة إليه، أن الإنسان وهو يتوب لا يعني ذلك أن هذه التوبة من ذنب خاص، يعني أن الناس مدام ارتكبوا هذا الذنب ينبغي أن يتوبوا، لا، إنما التوبة تختلف. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أتوب إلى الله وأستغفر اليوم أكثر من 70 مرة، وهو رسول الله. وفي رواية أكثر من ذلك. وأكثر من ذلك، وهو رسول الله، وهو المعصوم، وهو الذي جاء بالوحي، إلا أنه يتوب إلى الله ويستغفر في هذه في اليوم الواحد أكثر من 70 و80 و100 مرة. لماذا؟ لأن توبة كل واحد بحسبه، فتوبة العاصي بالإقلاع عن الذنوب، وتوبة الطائع بالتقصير في الطاعة. أنت وأنت تعتقد من نفسك أنك مطيع، ترى أنت مقصر كثير، ما قمت بحق الله عز وجل، فينبغي عليك أن تتوب. الإنسان التقي الورع يتوب إلى الله لأنه قصر في ورعه وقصر في تقواه في حق الله عز وجل. لأنك لو قمت الليل كله منذ أن ولدت إلى أن تموت، وصمت النهار
كله منذ أن ولدت إلى أن تموت لن تؤدي حق الله عليك. فنعم الله عليك كثيرة، آلاء الله عليك كثيرة، ما قدمه سبحانه وتعالى للخلق كثير أعطاهم. فتأتي هنا معنى التوبة ليجسد هذه المعاني، لتحقيق معنى العبودية وتحقيق التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبدايات سلوك طريق التقوى وأن تكون من المتقين، حتى تسلك هذا الطريق ينبغي أن تعلن التوبة وأنك مقبل على الله بصفحة جديدة ووجه جديد وعمل جديد وفرصة رمضان، وهو البيئة. أنت إذا أردت إصلاح نفسك لابد أن تختار الوقت المناسب لإنبات الزرع، ينبغي اختيار الوقت والزمان والأرض. فلا يوجد مثل رمضان، القلوب مقبلة على الله، الرحمات نازلة من عند الله عز وجل، البيئة المحيطة البيئة المحيطة لك الناس كلهم معك، الشياطين مصفدة، كل الأمور تعين على أن يتوب الإنسان ويقبل على الله عز وجل. فحاجة الإنسان إلى التوبة في كل وقت. يقولون حاجة الإنسان إلى التوبة مثل حاجته إلى النفس. فأنت في بداية طريقك وسلوكك وأنك ماضي إلى الله عز وجل تريد القرب من الله تحتاج إلى توبة، وفي أثناء مسيرك أنت محتاج إلى التوبة، وحتى الممات أنت محتاج إلى التوبة. فحاجتنا إلى التوبة في كل الأوقات، ومن هنا نبدأ من شهر الصيام. شيخ معاذ، تكلم شيخ محمد عن مفهوم التوبة، لكن للتوبة أيضا شروط، فما هي شروط التوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. طبعا للتوبة شروط عدة، ذكروا من أولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالتوبة إلى الله عبادة لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا شرط لقبول العبادة، أنها تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فكذلك يجب أن تكون التوبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، مو بني أتوب على أساس أن فلان شافني وأنا على معصية أبادر بالتوبة، شوفوني الآن أنا أصلي، يشوفوني رمضان هذا أنا بديت أصوم، يشوفوني أنا مقبل على الطاعات وعلى قراءة القرآن. لا، نظرة الناس أنا أصرفها جانبا ولا ألتفت إليها، هدفي الوحيد هو رضاء الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني من شروط التوبة هو الندم على ما فات، أن الواحد تجد في قلبه حسرة على فعل الذنب أو على ترك الطاعة. لأن عندنا المعاصي يعني تختلف، إما ترك لطاعة وإما فعل لمعصية. فهو إذا كان فاعلا للمعصية فيبادر ويقلع عن هذا الذنب، وإذا كان تاركا لطاعة فيبادر ويفعل هذه الطاعة. أيضا من الشروط اللي هو العزم على عدم التوبة، العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب. فلا يتوب مثلا، يعني خاصة في رمضان الآن نجد مثلا المساجد ملأة، وكثير من الناس مثلا يقول لا هذا عباد رمضان. أنا أقول هذه النظرة شوي يعني إحنا ما نبي يعني نعنف فيها على الناس، لأن اللي ما يتوب في رمضان متى يتوب؟ عرفت؟ اللي ما يتوب في رمضان متى يتوب؟ يعني شهر الله سبحانه وتعالى هيئ لك جميع سبل التوبة، يعني يكفي أن تفتح فيه الجنان الجنة، نعم، وتغلق فيها أبواب النار يعني، وشيطانك بعد مربط. فيعني خلاص أنت الآن يعني مقبل على التوبة، وأنت يعني ما هدري خلاص نفسك يعني تقبل على الطاعة. فهو العزم على عدم التوبة، أن لا يتوب لفترة معينة ثم بعد ذلك يعني بعد ما ينقضي رمضان أو بعد ما يعني ينقضي الموسم اللي هو حاطه في باله أن يرجع إلى هذه التوبة، أن يرجع إلى هذه المعصية. أيضا الإقلاع. من شروط التوبة نعم. اللي هو الإقلاع نعم. الإقلاع طبعا، ومنها أن يكون في وقت التوبة. التوبة أيضا لها وقت معين، اللي هو الوقت العام اللي قبل خروج الشمس من مغربها. قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. المقصود ببعض آيات ربك هي خروج الشمس من مغربها، وأيضا عند خروج الروح، أي عندما يموت بني آدم، هنا لا تنفع التوبة. لما تاب فرعون، تاب من معاصيه وتاب مما فعل، ادعى أنه هو الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الله سبحانه وتعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طيب، ففرعون تاب لكن في وقت لا تنفع مع التوبة. هذه تقريبا يعني نقول الإخلاص، نعيدهم الإخلاص والندم والإغلاع وعدم العودة لهذه الأمور حتى تتحقق، وأن تكون في وقت التوبة أيضا.
شيخ صالح كلمة لك الآن. الآن مسألة اقتران شهر رمضان المبارك بالتوبة، الشيخ محمد تكلم وقال فعلا موسم شهر رمضان لا شك أنه هو فرصة، وأنا أقول اللي ما يتوب في رمضان متى يتوب. شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان شهر التغيير، وهذا التغيير يبدأ أولا في عالم الغيب. الله عز وجل يحدث تغييرا في عالم الغيب، تغيير في الجنة، تغيير في النار، تغيير على مستوى الشياطين. عندما الله عز وجل يغلق أبواب النيران فلا يصل إلينا لا من سمومها ولا من حمومها ولا من نكدها ولا من غيظها، وعندما تفتح أبواب الجنان فما الذي يصل إلينا من طيبها ورحمتها والمغفرة التي تكون فيها. عندما تصفد الشياطين أيضا، هذا العالم عالم الغيب، الله عز وجل أمره أن يتغير في رمضان، كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أول يوم في رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. إذن هذا العالم الغيبي الذي لا نراه بل نؤمن به إيمانا، الله عز وجل قد أحدث فيه هذا التغيير، فكيف لهذا الإنسان، فكيف لهذا القلب، فكيف لهذا الإنسان الضعيف المسكين ألا يتغير. وبالتالي أنا أقول الله عز وجل قد هيأ عالم الغيب من أجل أن ننتصر في عالم الشهادة على ذواتنا وشهواتنا وعلى النفس الأمارة بالسوء. وكأن الله عز وجل يقول أيها الإنسان المؤمن المسلم لقد هيأت لك عالم الغيب وجعلتك أنت الآن مهيأ للانتصار في هذه الحياة، أن تنتصر على نفسك، فالشيطان شيطانك مربوط وأبواب النيران مغلقة وأبواب الجنان مفتحة، فما الذي بقي؟ بقي أن تنتصر على هذه النفس. فأنا أقول في رمضان من لا يصلي في رمضان متى يصل؟ من لا يلتزم كما ذكر الشيخ معاذ، من لا يلتزم بالصلوات في رمضان فمتى عساه أن يلتزم؟ من لم يأتي لقراءة القرآن والتدبر والذكر فمتى عساه والله أن يتدبر أو أن يقرأ القرآن؟ الذي لا يصل رحمه في هذا الشهر الكريم العظيم فمتى بالله عليكم عساه أن يصل رحمه؟ ولذلك نقول يا شيخ أحمد رمضان فضله الله عز وجل على بقية الأزمان. الله عز وجل يفضل الأزمان ويفضل بعض الناس ويصطفي، واصطفى إبراهيم وإسماعيل واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول شهر رمضان شهر اصطفاء، أصطفاه الله عز وجل لنتوب ونستغفر ونكون أكثر قربا إلى الله عز وجل. وبالتالي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذا الشهر أقرب ما نكون فيه إلى الله وإلى التوبة وإلى المغفرة وإلى قراءة القرآن وصلة الرحم الذي لا يجود في رمضان فمتى عساه أن يجود. كل شيء مهيئ الآن للإنسان في رمضان أن فعلا أن يكون فعلا الأبواب مفتوحة، لكن باقي أن الإنسان يبادر. لعل شيخ عايش أسألك إن شاء الله بعد الفاصل، نطلع فاصل ثم نواصل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أهلا ومرحبا بكم من جديد شيخ الكرام، نواصل معاكم حلقة اليوم من برنامج رمضان الدوحة. في محورنا الثاني نتحدث عن قبول التوبة، وهل لذلك علامات؟ هل هناك علامات لقبول التوبة يا شيخ عايش القحطاني؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الإنسان الذي يقبل على الله سبحانه وتعالى بإخلاص وبيقين على أن الله غفور رحيم، الله يقبل توبته سبحانه وتعالى. أهم شيء أن مثل ما قال أخوي معاذ يتوب قبل أن تخرج روحه وقبل أن تقوم الساعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. يعني الإنسان مدام هو في فسحة الله يقبل، والدليل أنه بعد الطاعة يحس براحة واطمئنان. لما سئل الحسن البصري أين تجد الراحة، متى تشعر بالراحة،
قال في سجدة بعد غفلة وتوبة بعد ذنب. فالإنسان يشعر لأن الله لأن ملائكة الرحمة تكون معاه، فإذا هو صادق في توبته مخلص فيها الله سبحانه وتعالى يقبلها ويجعله يشعر بهذا، بأن تتغير أخلاقه، يتغير سلوكه بعد الطاعة وبعد الإقلاع عن الذنب وعن المعصية، شريطة أن يكون مخلصاً في التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحرص، ومن كرم الله سبحانه وتعالى أن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما قال الصغائر الكبائر، بل كلها سبحانه وتعالى غفور رحيم، بس علينا أن نقبل. بل تبدل سبحان الله السيئات إلى حسنات الإنسان تاب. أي طبعا، لأن الله جعلها شرط في سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ووصفهم الله سبحانه وتعالى قال والذين إلى أن قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب ويخلد في يوم القيامة يخلد فيه مهانا. فقال إلا أداة استثناء، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحة، وهذا هو الشاهد. الله قال ولك يبدل الله إيش سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا أنت عندك معاصي وعندك ذنوب وعندك خطايا، بالعكس لما تتوب الله يبدلها فيصير رصيد ينقلب إلى حسنات من فضل رب العالمين. فالله أرحم الراحمين، الله من رحمته يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى للكفار قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا من رحمة رب العالمين وفضله. لكن الشيخ محمد الناس يقول لك والله أنا ذنوبي وايد، أذنب وعقب أتوب، وأذنب وعقب أتوب، وايد أذنب وايد أتوب، ماذا نقول لهم اليوم؟ من وإحنا كذلك نقول أن باب الله مفتوح، لا يزال العبد يذنب فيتوب ويستغفر فيتوب الله عز وجل عليه ما لم يغرغر أو تخرج الشمس من مغربها. لكن أهم شيء العزم على أنك لا تلاقي الله عز وجل إلا بتوبة، يعزم الإنسان أنه ماضي في هذه الحياة مهما تاب. بل قال بعض العلماء رب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف ذلك؟ قد يكون يفعل الطاعة ويغتر بطاعته، فيقول أنا والله أنفق وأنفق وأنفق، كل ما دفع ريال تحدث فيه وفاخر فيه، هذا لا فائدة من هذه الطاعة. حديث الثلاثة مشهور. ورب شخص أذنب لكن انكسر وتم طول حياته يتذكر هذا الذنب ويستغفر الله أمام عينه دائما في قيامه وصيامه وصلاته وخلواته، يتذكر أنه عصى الله عز وجل وما يعلم هل تاب الله عليه أم لا، فيبقى منكسر طول حياته منكسر. الله عز وجل يحب هذا النوع من الناس. أنت إذا أقبلت، العبد إذا أقبل على سيده وطلبه بترفع، ما البشر بينهم بين ما يقبلون هذا. إذا ذهب الشخص إلى إنسان وهو صاحب حاجة وقال له والله لازم تعطيني ولازم تدفع لي، طرده من البيت. لكن إذا ذهب إليه بتذلل وقدم بعض العبارات التي فيها شيء من التذلل، هذا أحرى الأشخاص وأحرى أن يعطيه السائل. ولله عز وجل المثل الأعلى، الله عز وجل يحب من عباده، يحب عبده اللحوح الذي يلجأ إليه دائما ويطلب منه. ولهذا كان هذا الشهر على قلة أيامه، كما يقول الرافعي أديب اللغة العربية، يقول أن حق لهذا الشهر أن يسمى بشهر التغيير. مدرسة التغيير هي رمضان، نعم. 30 يوم، لكن هي حقيقة مدرسة للتغيير. كل من عنده خصلة يريد أن يغيرها، لا يوجد أفضل من هذا الشهر. وأنا دائما حقيقة لما أنتهز فرصة رمضان لأخاطب إخواني المدخنين اللي ابتلوا بهذه الصفة السيئة والخصلة اللي مش جيدة، يعني نصف اليوم يقلع عن التدخين حتى يصل الفطور ويعود إليه. يعني أين العقل والتفكير؟ لو فكر في نفسه ما الذي صبره من صلاة الفجر إلى أذان المغرب وصلاة المغرب؟ كيف صبر؟ معناته هو قادر على التغيير، عنده استعداد أن يغير من هذا الخلق السيء، ولو كان فيه كما يقولون إدمان وفيه مواد تجعله يتمسك فيه، لكن استطاع. خاصة الآن في هذه الأيام النهار طويل،
يعني استمر إلى غروب الشمس. طيب ما الذي يمنعك أن تواصل إلى الفجر فيدخل عليك اليوم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وتكون حققت انتصار عظيم على نفسك أنك في شهر من أشهر عمرك استطعت أن تتخلص من خصلة سيئة؟ وقس عليها سائر الأمور، لكن التدخين هو مثال واضح. أكثر الناس الذين يصومون يمتنعون عن التدخين. طيب شو اللي يخليك ما تتركه؟ لكن من يأذن المغرب، هي المشكلة أن يظنون أن الحرام بس الصبح، في الليل لا، كل شيء مباح. وهذه مصيبة يعاني منها الكثير من الناس، أنه يجرح صيامه وينقص من أجره. الناس تقول ذهب الظمأ وتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهو يبدأ بما ينفر ملائكة رب العالمين وبالمعصية كالتدخين والبرامج والمسلسلات التي تضيع من الأوقات. الصحابة كانوا يقومون الليل كله، حتى لما سئل زيد بن ثابت رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام تسحرنا ثم قام لصلاة الفجر، فقال أنس كم كان بين هذا؟ قال مقداره 50 آية. شوف شلون كانوا يحرصون على الوقت. احنا كثير من الوقت نضيعه في المباحات حتى وفي المعاصي وفي غيرها. فالإنسان يحرص على أن تصوم جوارحه، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه. رمضان نهاره وليله سواء، نعم، كل فترة زمنية لها عبادة خاصة. فعبادة النهار الامتناع عن الطعام، ولكن عبادة الليل القيام والصلاة، فهو رمضان كله بليله وبنهاره. أكثر من ذلك شيخ أحمد الله يبارك، أكثر من ذلك في مسألة رمضان الليل والنهار، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو معروف أن ليالي رمضان أفضل من نهار رمضان، وهذا معروف بعكس الأيام، لأن فيه ليلة صحيح خير من. وأنا ودي ندعو، يعني نحن الآن اللي أبتلوا بهذا الدخان على سبيل المثال، ندعو لهم أن الله سبحانه وتعالى يفكهم من هذا الشر اللي موجود. هذا ابتلاء، وهذه نحن، وأنا أقول لابد الإنسان أن يغير في هذا الشهر. إذا ما غيرت في هذا الشهر متى تغير؟ الآن سيد الكرام خلنا نروح حق نشوف التقرير، وهو من ملف من ملفات في ظلال رمضان. دعونا نتابع التقرير ثم نعود إليكم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. تفضلوا يا الربع. الغبقة هي جمع الأحبة والأصدقاء والهذا، حتى في رمضان، خاصة في رمضان اللي ما تشوفه في السنة تشوفه في رمضان. رمضان هو يجمع الأحبة ويجمع الأصدقاء، ونوع من الترابط الديني والأخوي أكثر ما هو، يعني تدري الدين الإسلامي إحنا يعني إحنا أخوة. ما شاء الله ما فيها تعب، يقولون في قيض رمضان لا فيه تعب ولا فيه الحمد لله رب العالمين. اللي صوم الله سبحانه وتعالى يقدر على الصوم وكل شيء، الحمد لله الفضائل كثيرة والصدقات موجودة. تطفق غضب الرب، نعم، صدق يطفق غضب الرب. صلوات وتراويح وكل شيء ما شاء الله، والجمعة زينة، أجر مضاعف عند الله سبحانه وتعالى. أول الحين يختلف عن قبل، والجمعة زينة الحمد لله. الأول يشوف خويك كل يوم، إذا فقد يوم تقول عنه وين راح وين جاء. إحنا بعد في الغبقة لما يجتمعون الصغار ويسألوننا مثلاً أنتوا شلون تصومون، شلون تقدرون مثلاً على الجوع، أنتوا ما تجوعون مثلاً، نقول لهم لا حنا نجوع لكن نتقوى بالسحور هذا، فالله سبحانه وتعالى يقوينا على الصيام. فأنتوا بعد نفس الشيء مثلنا، نقول لهم إحنا يوم كنا صغار ما كنا نصوم بعد للمغرب، كنا مثلاً نصوم نفطر يعني إلى الظهر نفطر. يعني حنا نعرف الغبقة مثلاً في الليل إذا قدموا لها اللبن في القدح ولا في الطاس يقولوا لها غتبق غبوق، فالغبوق الغبقة مسماها الظاهر والله أعلم منها يعني ضيفة، يعني هذيك لبن لنوع الضيفة، نعم، غبقة على أي نعم على الأول ما عندهم التنور اللبن سموها غبقة على الغبوق، نفس المدرج، نفس المدرج، نعم، لأنهم الصبح اللي عطوا كلهم الصبح قالوا الصبح، وفي الليل يقولوا اغتبق غبقة. يلا سموا يا رب، سموا يا مرحبا، يلا بسم الله سموا. احنا كجيل جديد الشباب احنا نحاول نطبق ما يسوونه ابانا واجدادنا بكلمه الغبقه، بالجمعه وبصله الرحم بالسوالف وبالذكر. الحميدي عزمكم على الغبقه هالقابله. والله طيب ان شاء الله، طيب يظل وجهك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الى طاعتك.
اهلا ومرحبا بكم الكرام. نرحب الان بمداخلات الساده المشاهدين على الرقم الظاهر على اسفل الشاشه. يعني احنا شفنا التقرير، انا عجبني القعده، عجبتني المكان القديم، ذكرنا بالاول الفانوس اللي موجود. هذا الجمع اليوم احنا مطلوبين ان احنا فعلا نقعد مع بعض، واعتقد مثل ما قال الشيخ صالح قبل شوي، صله الارحام الاقارب، واعتقد رمضان هي لمت هالقطر في مجالسنا. شيخ محمد عندك اضافه شيء؟ يعني هذه من حسنات رمضان، هي هذه الجمعات هي من حسنات رمضان، وهي بداية لما نتكلم عنه نحن، نوع من أنواع يعني التقرب إما إلى أصدقاء أو إلى أهل أو إلى غيره. كلها سر الشيخ صالح. الله يبارك فيك. يعني الأصل في الناس في المسلمين أن يكون لهم هذا اللقاء وأن يتناصحوا. يعني والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا يأتي هذا التواصي بالحق ها إلا في اللقاءات والاجتماعات المباركة التي تعرف مثل هذه. هي من العادات الجميلة عند هالقطر وعند العرب والمسلمين بشكل عام، وهي مما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليه أن تتفطر صائم، تجتمع معاه في على فطور، في غبقة، في غيره، يتواصل الناس، صلة الأرحام. في ناس ما يشوف هلا ولا جماعته إلا في شهر رمضان، وهذا من فضل هالشهر الكريم. شيخ معاذ. أنا أقول بالعكس، هذه الجماعات هي المطلوبة، خاصة إذا كانت مع الأهل وأيضا مع الجيران أيضا. يعني إحنا الحين مثلا واحد قبل الأذان بشوي ما سمع الجرس قام يرن، لا هذا جايكم من بيت فلان وهذا جايكم من بيت فلان، إلا إذا صارت مثلا عزيمة معزومين عند فلان. فحتى تجمع الأهل وأيضا تعرف حتى أهل الفريج وهالحي على بعضهم البعض، يعني تقرب القلوب وتؤلف القلوب. ونقول إذا كان في خلافات أو شيء في مكان قبل رمضان، فرمضان محل لفك هذه الخلافات والنزاعات وجمع القلوب وتأليفها معنا. أعتقد أن فرصة اليوم الواحد أنه فعلا أنه يزور أهله وجماعته، وأعتقد خاصة الناس اللي مجالسها مفتوحة اليوم، أتمر فنجال قهوة تسلم عليهم، وخاصة اللي ما شفتهم من زمان أهلك وجماعتك فرصة أن أنت تشوفهم، وخاصة اللي أيام الدراسة معاك لهم أماكنهم معينة ممكن تواصلوا. رمضان فعلا هو للوصل بينك وبينهم. لكن مشاهد الكرام، واصل قصير ثم نعود إليكم، فكونوا معنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مرحبا ومسهلا فيكم مشاهد الكرام، وإحنا الآن في الفقرة الأخيرة اللي هي تستقبل اتصالاتكم وأيضا مشاركاتكم معنا. وأنا أقول أي حد عنده مشاركة أو استفسار يكون في ضمن حلقتنا اليوم اللي هي عن التوبة. البعض الشيخ محمد يقول توني صغير، خلني أستانس، خلني إن كبرت بعدين أتوب، شو نقول لهم؟ يعني هذا من تسويف الشيطان ما في شك، لكن الإنسان لا يعلم متى ساعته، الساعة التي سيغادر فيها الدنيا ما أحد يعلمها، فقد يأتي ملك الموت للإنسان في هذه اللحظة بعد دقيقة بعد دقيقتين. فالإنسان محتاج إلى التوبة دائما، لأنه لا يعلم متى سيلاقي الله سبحانه وتعالى. ما في صغير وكبير أمام الله عز وجل، مدام أنك أنت وصلت إلى مرحلة البلوغ بدأ عليك التكليف، فأنت وابن الثمانين سواء، مطالبين بأوامر الله عز وجل وبالطاعات وبالواجبات. إن كنت دون البلوغ أو كنت فاقداً للعقل غير مؤاخذ، غير مكلف. أما مدام بدأ سن التكليف فأنت مطالب مثلك مثل الكبير. التوبة مطلوبة منك ومطلوبة من الكبير، فلا يوجد كبير وصغير، إنما يوجد عمل. فقد يقدم على الله عز وجل يوم القيامة من عمره 15 سنة وقد قدم أعمال أعظم من اللي عمره 80 سنة. والصحابة والصالحين ما في شك. فالعبرة ليست بالسن، العبرة ليست بالسن، العبرة هي بالطاعة وتنفيذ أوامر الله عز وجل وبالقرب من الله سبحانه. يعني المسارعة، يعني المسارعة إلى التوبة اليوم قبل بكرة. ما في شك. خطاب الله سبحانه وتعالى لما خاطب المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. الخطاب جاء عام، ما جاء مؤمن كبير ولا مؤمن توه مكلف ولا، الخطاب جاء عام يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة.
وقال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، طيب وسابقوا إلى مغفرة وهي من وهي ربكم وهي المسارعة. خلني أخذ أخوي شيخ معاذ الاتصال، علي من الدوحة، حياك الله أخوي علي. شيخ أحمد مساك الله بخير. حياك الله، يا مرحبا ومسهلا، الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. خلينا خلي المعرس يكمل مستانسين بحديثه. والله المعرس ما شاء الله تبارك الله تكلم وايد، على ربي يبارك له ان شاء الله. تفضل اخوي علي. الشيخ معاذ شلونك؟ الله يسلمك ويعافيك، يا مرحبا ومسهلا. امسي عليك ومسي على المشايخ موجودين عندك، ومسي على شيخي واستاذي وحبيب قلبي الشيخ حاج القحطاني. يا مرحبا، حياك الله. يمسيك بالنور الشيخ. انا والله مستمتع بالحلقه من بدايتها ومستمتع بالحديث، ولكن من كنت حبيت اسلم عليكم وامسي عليكم، وما عندي شيء اقوله بوجود الشيوخ الافاضل، ولكن اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا هذا الشهر كامل، يبلغنا ليله القدر ان شاء الله، ويقدرنا على التوبه والعوده الى الله سبحانه وتعالى. مشكور يا ابو عيسى، جزاك الله خير، ما قصرت. حياك الله يا ابو عيسى. حمد من الوكره، حياك الله اخوي حمد. مرحبا، كيف حالك؟ حياكم الله، يبارك فيك، سلمك. مبروك عليك بالشهر. الله يتقبل منه ومنك صالح الاعمال. تفضل اخوي حمد. عسى الله يسلمك، ابغيكم تسجلوني في الدور معكم الجوابات. ايش يقول؟ ما سمعت اخوي حمد مره ثانيه. في برنامج يطرا وفيه مسابقات. برنامج؟ ايه. وفي ايش؟ مسابقات. في مسابقات. ايوه ايوه، يرن الجرس. ايه فيه اسئله وفيها. ايه. ايه ايش الموضوع؟ ايش الموضوع حمد فيه؟ ابيك تسجلوني في الدور. ايوه ما علي، اتصل اتصل فيهم ان شاء الله، وهم ان شاء الله ياخذون رقمك واسمك ان شاء الله. مشكور اخي حمد من الوكره، مشكور اخي حمد. شيخ عايش المسارعه نقول يعني مثل ما قلنا شيخ محمد، الواحد صغير وكبير، كيف تسارع كيف تسابق؟ واحنا قلنا اليوم عليك دخل علينا رمضان، فعلا اليوم الواحد لابد يغير، فكيف يصارع الانسان في التوبه؟ والله لنا قدوه في النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابته الكرام، يعني لو اخذنا من واحد من الصحابه مثل عمرو بن العاص، لما حضرت الوفاه اخذ يبكي، فقالوا اتبكي من خوفا من الموت يا صاحب رسول الله؟ قال لا، ولكنني عندما وقر الايمان في قلبي وذهبت لابايع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي وجعلتها خلف ظهري. فقال امدد يدك يا عمرو ابايعك. قال لا، حتى اشترط يا رسول الله، لان عمرو بن العاص ذكي يبي دائما يستفيد. فقال وما تشترط؟ قال ان تغفر لي ذنوبي كلها، يبي ذنوبه كلها تغفر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما علمت يا عمرو ان الله ان الاسلام يجب ما قبله وان الهجره تجب ما قبلها، وفي روايه ان التوبه تجب ما قبلها، وفي روايه وان الحج يجب ما قبله. قال فبكيت لابطائي في مد يدي، يعني في بس مدت اليد، يعني لو جاء الأجل قبل مدة اليد. فالإنسان يحرص، إحنا دائما نبي نذكر الناس بهالشيء. لذلك الإمام الفضيل رحمه الله، الفضيل بن عياض، لما جاءه رجل وقد كسى الشيب وجهه وشعره، فقال عظني يا إمام، فيبي ذكر بالتوبة. قال كم أتى عليك؟ يعني مثل ما نقول إحنا كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله توشك أن تصل. فقال عظني يا إمام، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال أحسن فيما مضى، يعني تب عما مضى، يغفر لك ما مضى وما بقي، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. ناخذ خالد ولا أبو خالد؟ خالد من معيذر. أبو خالد. أبو خالد، حياك الله يا أبو خالد، مبارك عليك الشهر. الله علينا وعليكم إن شاء الله. حياك الله، تفضل يا أبو خالد. الله خير شيخ أحمد على البرنامج الرائع. الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله. بس عندي سؤال لو سمحت شيخ، بالنسبة لحكم استنشاق البخور في نهار رمضان، ايش حكمه؟ لو جاوبنا جزاك الله خير. ان شاء الله ابشر. احنا قلنا يا اخوان ترى برنامجنا مش برنامج افتاء، ودنا يكون اسئلتنا دائما سنجيب على السؤال، لكن اتمنى يعني ان تكون اسئلتنا في ضمن هذا البرنامج، ضمن الحلقة، حتى نستفيد منها اكثر، وايضا انتم في مداخلاتكم تنبهونا عن اشياء معينة في اضافة او شيء، حتى تكون البرنامج مكتمل في طرحه وفي عنوانه. شيخ أحمد، فقط رسالة سريعة فقط. نعم. حول التوبة، أنا أريد أن أوجه رسالة إلى الآباء، في اتجاه أبناء، لأني أنا أعرف كثير من الأبناء، كثير من الشباب في مراحل معينة، مراحل المراهق، دائما يذنبون كثيرا من الذنوب، ثم بعض الآباء لا يستطيعون احتواء أبنائهم، لا يعرفون أن مسألة الذنب
أو الشهوة أو الغريزة، هذه فطرة، فطرة في الإنسان، ولذلك لا يمكن أبداً أن تنتزع هذه الفطرة أبداً. يقول العلماء اتباع الهوى واتباع الشهوات كيف نهذبها؟ هذا وأنا أقول اتباع الهوى واتباع الشهوات لا يقابله قمعها أبداً، ولا يقابله أن ننتزع هذه الشهوة، لأنها من فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها. ولكن نقول ليس عيباً أن تتبع شهوتك ولا أن تتبع هواك، بل العيب ألا تحكمها بالشرع وألا تحكمها بدين الله. ولذلك أنا أوجه رسالتي إلى بعض الآباء، وخاصة الذين يقصون على أبنائهم في مراحل معينة من أعمارهم، المراهقة والطيش والرغبة والنزوات التي تكون في هذه المرحلة، فيخطئون ويذنبون، ثم لا يجد آباء يحنون عليهم ولا يحتوهم، فإلى أين يذهبون؟ وأنا أقول في هذه الرسالة أتمنى من الآباء أن يتذكروا كيف كانوا في أيام شبابهم وفي هذه المرحلة. أنا فقط هذه رسالة، طالما أن الحديث عن التوبة، نحن نريد أن نوجه رسائل إلى هؤلاء، لأنه لا تأتي توبة بدون ذنب. نعم، ذكر الشيخ محمد هناك توبة أخرى وهي أن نتقرب إلى الله، لكن نحن نتحدث عن التوبة من الذنوب ومن المعاصي ومن الشهوات. لذلك هذه رسالة فقط أحببت أن أوجهها إلى الآباء وإلى الموجهين وإلى العلماء، أن يرفقوا بهؤلاء المذنبين، وأن يعرفوا أن هذه الغريزة وهذه الشهوة الفطرة التي هي موجودة في نفس الإنسان، التي تدفعه إلى المعصية وإلى الذنب، هي جزء من كيانه خلقها الله فيه، ولذلك لا ينبغي قمعها. ولذلك الذي يزني نوجهه إلى الزواج، الذي يشرب الخمر نوجهه إلى الحلال من الطيبات، وهكذا. يعني هذه رسالة فقط أحببت أنه تكون مداخلة سريعة. الشيخ يعني عايش المكفرات، وكما ذكرت يعني الآن الجمعة إلى الجمعة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذه تكفير الذنوب، إيش مكفرات الذنوب اللي تكون هي تجب التوبة؟ طبعا في بعض الذنوب ما فيها كفارات، ما يجب فيها إلا التوبة فقط بدون مكفرات، وفي بعضها تحتاج إلى مكفرات، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا. الله سبحانه وتعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبين لنا حينما قال إن عبدا أذنب ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا، فقال تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا، في الأخيرة في الثالثة هو أذنب آخر وعاد. لأن الإنسان ممكن يخطي، ممكن يرجع يتوب، لكن عليه أن دائما يجدد التوبة، لأن المشكلة إذا مات على المعصية، فيحرص هكذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الثالثة علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليفعل ما شاء، وهذا في البخاري. لكن من يدري إن متى الله نظر له بعين الرحمة، متى الله غفر له؟ فالإنسان يحرص أن يتحرى العبادات الطاعات، في التغيير بالذات يحرص، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما قتل العابد ثم ذهب إلى العالم، فالحديث طويل، لكن إيش قال له الشاهد؟ قال له غير هذه الأرض. فالإنسان يجب أن يغير الصحبة، يختار الصحبة اللي تعينه على الطاعة، يفرغ من أوقاته للعبادات، للطاعات، للتغيير، عمل جدول للطاعة، للعبادة، يحرص الإنسان. أما بالنسبة لسؤال الأخ عشان ما ننسى ويروح عليه، الإنسان يستطيع أن يتطيب ويتبخر في رمضان، بس يحرص أن يضع البخور بعيداً عنه، يعني ما يحطه قريب من 500 ويستنشقه في جوفه، فمثل الدخان يكون، فيحرص أن يتبخر بس بدون ما يستنشق شيء منه. أنا بكلمة أخيرة في نص دقيقة للشيخ محمد، وهي رسالة نوجهها من خلال برنامجنا اليوم وحلقتنا عن التوبة، في رسالة أخيرة للشيخ محمد. يعني أهم ما ينبغي أن يقال في هذا الشهر الكريم استغلال الأوقات، فمن التوبة إلى الله عز وجل ألا تضيع أوقاتك، فمن اعتاد على تضيع الأوقات سائر العام ينبغي ألا يضيع وقته في هذا العام وفي هذا الشهر بالذات، من اعتاد على الكسل ينبغي أن ينشط. فالتوبة هي بمعنى انطلاقة جديدة تكون في هذا الشهر، والظروف كلها مهيئة، فأكثر من تلاوة القرآن، اجعل بينك وبين من تحب في بيتك أو في صحبتك تحدي في ختم القرآن، تحدي في قيام الليل، تحدي في الإكثار من الإنفاق. ينبغي أن نجعل هذا الشهر هو انطلاقة، وهنا نحقق معنى التوبة. التوبة كما قلنا في البداية هي الرجوع إلى الله عز وجل، معناته تجديد العهد مع الله من أجل انطلاقة جديدة. شيخ معاذ، رسالة أخيرة. شيخ، أنا رسالتي أقول مش العيب أنك تخطأ، لكن العيب أنك تستمر على الخطأ.
حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذا لمن حقق التوبة وكان توابا أوابا إلى الله سبحانه وتعالى. من لم يتب قال الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فرمضان شهر المغفرة، رمضان شهر التوبة، شهر الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، فرصة فحري بنا ألا نضيعها. العيب ليس في الذنب، والعيب عدم التوبة. رسالة أخيرة في كلمتين الشيخ صالح. أنا أقول إذا كان للجنة ثمانية أبواب، وهذه الثمانية أبواب تفتح وتغلق إلا بابا واحدا يظل مفتوحا أبدا، وهو باب التوبة. هذه الرسالة التي أريد أن أوجهها. شيخ عايش في كلمة مختصرة جدا. أنا أقول نبادر بالتوبة دائما، لأن الإنسان بعض يوم ما يدري متى يأتيه الأجل. الشاعر يقول: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل غلق الألسن وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها غنم وفوز للمنيب المحسن. والله سبحانه وتعالى في حديث أبي هريرة، إن في حديث أبي موسى الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن باب التوبة مفتوح، ما علينا إلا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى ونحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، فإنه هو الغفور الرحيم. والشاعر يقول: قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى، فنحرص على العودة. أنا أشكر ضيوف الكرام اليمين واليسار على أيضا حضورهم معي في برنامجنا اليوم وفي حلقة اليوم، وأشكر أيضا شهد الكرام على أيضا مشاهدتهم لبرنامجنا برمضان الدوحة وقناتهم قناة الريان. أقول لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، والحديث معروف، لكن اللي ما يتوب في رمضان متى يتوب؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى،